سياسة العصا والجزرة هي ما تتبعه واشنطن في تعاملها مع إيران وفقا لما تقتضيه المصلحة الأمريكية وصراع النفوذ الذي تدور رحاه على أرض العراق. الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، قرار أمريكي أصبح اليوم قابلا للتفاوض، حيث تدرس الولايات المتحدة إسقاط الحرس الثوري من قائمتها للمنظمات الإرهابية مقابل التزام طهران بالحد من أنشطته الإقليمية وفقا لوكالة رويترز. وقالت الوكالة إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس رفض التعليق على الأمر وسط مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. يأتي هذا فيما قال موقع إكسيوس الأمريكي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل ستجر العراق إلى صراع إقليمي كبير، مشيرة إلى أن تعثر مفاوضات فيينا دفع إيران إلى بعثرة أوراق المنطقة، مستهدفة العراق الذي هو الملعب المفضل لطهران لنقل رسائلها. نحن لن نتهاون ولن نتخلى عن أمن أراضينا. ومرات حذرنا مسؤولي إقليم كردستان. صلف إيراني معهود كما يصفه مراقبون، تؤكده تصريحات سفير طهران لدى العراق إرج مسجدي الذي لا يتصرف كدبلوماسي وإنما كضابط نشط في الحرس الثوري الإيراني وفقا لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بينما تراوحت ردود الفعل الرسمية في العراق بين الصمت والتبرير وحتى التأييد من القوى والميليشيات الموالية لإيران. والحمد لله الامور ترى مو يعني بالشهر دين ضرب صاروخ صاروخين يعني ما ياثر على هيبه الدوله ترى هذا، بس انا اقول لك يزعج مثلا هذا السفارات الكذا دول اجانب يخافون يقول لك اخاف يصير كذا. هكذا يبرر مسؤولون كبار في الحكومه قصف الميليشيات المتكرر للبعثات الاجنبيه، فكيف سيكون الموقف امام من يقود تلك الميليشيات ويوجهها من ساسة العملية السياسية الذين لا يتذكرون هيبة الدولة وسيادتها إلا أمام الأبرياء من العراقيين عندما يطالبون بحقوقهم المسلوبة؟